أبو صلاح، عامل إيه؟ منور لندن، بلدنا الجميلة. والحمد لله على السلامة، ومبروك على الجوائز الكتير، جوائزك الشخصية اللي خدتها السنة دي. طب صلاح، تعمل إيه لو صحيت دلوقتي مرة واحدة واكتشفت إن أنت راكب مواصلات ورايح المقاولين، عندك ماتش مع المحلة، وكل ده كان حلم، هتعمل إيه؟ هعمل اللي أنا عملته تاني. هتعمله كله تاني؟ طب مش بتفكر تسيح الجولدن بوت دي وترجع مصر وخلاص وقضيت على كده؟ دي الوحيدة اللي ما تقررش بيها، الباقي كله ممكن تعمل، دي الوحيدة اللي مش صحيح. عشان لونها حلو يعني؟ لونها حلو قوي، لونها حلو قوي، وذهب كده وبتاع. عايزها اصلا؟ انا استلفها منك اخرج بيها وارجعها. طب الجواز دي بالنسبة لي حاجة، حسيت اصلا ان هي حاجة سبيشال يعني، انت عشان خاطر لازم كل ماتش وكل كل تحدي ليك جديد لازم تجيب جوال، وتعرف انت بتنافس اصلا مع لعيبه يعني كين كسبها اخر سنتين، وبعد كده اجويرو كان قبليه كسبها، فلا بتبقى اصعب كمان عشان انت بتلعب على الطرف، مش رقم تسعه، مش سترايكر يعني. وبالمناسبه دي صحيح، هو رقم 10 دلوقتي فاضي بعد ما كوتينيو مش انت مش ناوي تدحلب كده؟ الدحلي بياخد رقم 10. ايوه على الشمال، جيبها لهم واحده واحده كده. مش عارف، انا حابب رقم 11 بصراحه، بس لسه ما فكرتش فيها. الجواز بتروح بيها ازاي اصلا؟ ما بتخافش تتسرق وانت في الطريق ولا هتتثبت ولا؟ لا للاسف انا مسيطر. صلاح، في انجاز انت عملته هنا يعني زيه زي الجولدن بوت وزيه زي الهداف، كل الحاجات اللي انت عملتها، ان انت بقيت بتسوق يمين عادي هنا. عادي ده عادي بقى، اصعب والله. لا 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 مش عادي. اول شهرين ثلاثه على الرصيف على طول يعني. مش عارف اظبطها، بس بعد كده تمام يعني. هل بتحصل كتير انك تنزل من البيت تروح راكب جنب السواق؟ لا لا ما فيش الكلام ده، خلاص انت عارف يعني. بيطلب منك وانت نازل مصر طلبات كتير من اصحابك؟ هات لنا معاك بقى، مش عارف. كل حاجه مستغلالين جدا جدا يعني، من فوق ما تتخيل. مين من اللعيبه بيطلب منك حاجه كتير؟ شناوي قاعد معايا في الاوضه على طول، بيطلب كل يوم. كهربا بتطلب كل ساعتين. طب اللعيبه في مصر ما بيقعدوش يقولوا لك شوف لنا صلاح، ما تشوف لنا حاجه عندك في انجلترا، ولا مش عايزين حد يقف جون؟ كلمنا الراجل عندك كده، مش عاجبني. لا لا ما بنزلش في كده. مين توصل بيهم لكده عادي؟ عادي جدا. اه والله عادي جدا. مين اكتر لعيب بيضحكك في مصر؟ بس احنا في المنتخب يعني، المعسكر الاخير كنت انا وسعد وعمر وعبد الله وحجازي، عشان احنا قريبين من بعض اصلا يعني، انت اكيد تعرف لعيبه في المنتخب، فبقى الاحلى حلو قوي يعني. وسعد بيضحكني قوي بصراحه. سعد كوميدي جدا. فظيع استاذ، دماغه اصلا مش معانا. اه والله. ومين اكتر واحد فيهم بيقعد ياخد سيلفيز وينزل و... كهربا الحاجات دي قوي. كهربا فظيع في السن. بتفكر تحلق شعرك ولا صعب الايام الجايه؟ ما بفكرش خالص؟ ما بفكرش مش خالص، بس ما بفكرش كتير يعني في الموضوع ده. بتحط عليه بصراحة، بتحط عليه ساعات، بحس اسيبه كده ساعات، بحط جل كده يعني. هو كده ايه كده طبيعي؟ كده لسع جل سيكا ساعات بسيطة خالص خالص. طب مين أكتر لعيب بره بيضحك؟ يعني لعبت معاه مش مصري. مش مصري بره هنا يعني، في ليفربول أو في روما. أنا أعتقد الإيطاليين، الإيطاليين دمهم خفيف زي المصريين، بس انا ممكن اختار هيرنا شويه، عشان انا ولوفرين علاقتنا كويسه قوي ببعض يعني، بنقعد نضحك مع بعض طول الوقت. زي كنتوا اتنين. احنا ما كنتش عندنا الكارد بتاعك 21 سنه، كل سنه طيبين. حبيب هتعملوا فيلم سوا؟ لا لا مش فكره. لا هو بيعمل فيلم فعلا مع لوفرين على الانستجرام كل شويه، كل يوم. اه والله استلقطه كل شويه وهو نايم ويصوره. انت ممكن تمثل لو جالك؟ انا جاي بصراحه بس مش كذاب، بس اه والله. بس في مصر ولا بره؟ لا في مصر. لا في مصر ليه؟ هيبقى اول ظهور معاكم ان شاء الله. تمضي دلوقتي؟ لا لا انت بعدين. لا والله بجد، لو كنتش طلعت لعيب كوره وطلعت ممثل، كنت هتبقى ممثل ايه؟ اكشن ولا كوميدي؟ خايب ممثل، هبقى ممثل خايب، همثل ازاي بس؟ استنى انا؟ اكشن. ممثل رياضي بقى تبقى. ادينا اكشن. ادينا اكشن كده. نط من هنا؟ لا ادينا حاجه، ادينا رياكشن كده. خوف. خوف لعيش. هتشوف الاعلان بتاع اوبر، هتشوف الرياكشن. طب والله اديني رياكشن خوف. زعل. مش هينفع. ليه؟ خوف. عايز تخاف؟ تهديد
زعل زعل غير يعني هو نفس الرياضه بس انت بتطلع لعيب كوره. طب انت اصلا لو ما كنتش طلعت لعيب كوره كان ممكن تبقى ايه؟ والله ما يعني 10 سنين مش شايف غير كده, مش اي حاجه خالص, مش اي حاجه في دماغي, ما بعملش حاجه غير بلعب كوره بس, اسافر العب كوره ارجع انام, اسافر ارجع العب كوره ارجع بس. فاصلا ما فيش وقت ان انا افكر ممكن اعمل ايه غير الكوره, بس كنت ببقى خايف ان انا ما اطلعش لعيب كوره بعد كده هتاخد الدمر. طب انت اهلك وانت صغير كانوا موافقين على الكوره ولا كانوا؟ والدي كان مشجعني جدا, والدتي كانت بتبقى خايفه شويه عشان بسافر كتير 4-5 ساعات, فهي دايما طب اقعد طب ذاكر طب. صح, انا في كومنتات كتير قوي اتكتبت على تويتر, ناس كتير قوي عايزه تسالك حاجات. حوالي كام يا هشام؟ كانوا 8 مليون و4. احنا جمعنا قريتهم, احنا جمعنا 20,000 حلوين قوي نسال فيهم دلوقتي. معلش في حاجه مش لاقيينها معاك بالسقف ده. بعد اذنك صلاح اسمع يا سيدي, ميدو اندرسكور عمده بيقول لك كنت عايز تجيب جول في مين ولسه ما جاش؟ مانشستر. مانشستر ماشي. احمد محمد 384 وامنيه احمد ونادى ايهاب 24 بيقولوا لك مش ناوي تعمل لنا فولو بقى يا صلاح؟ ما تعملهمش فولو ليه؟ مكبر ليه على الناس يا صلاح؟ مش ممكن يعني. طيب سلمى اندرسكور مجدي 2000 بتقول لي والنبي خلي مامتك تدعي لي, عندي امتحانات ثانويه عامه يا ريت تعدي على خير. ايه؟ انا كل الناس بتبعت لي الدعوه دي. ده في اكونتات فيرفايد بتبعت لي تقول لي خلي مامتك تدعي لي. ايوه طبعا والله, عشان دعوتها مستجابه طبعا ما شاء الله. طبعا. في محمود عبد الرحيم بيقول لك صلاح نفسي تعمل فيديو تقول لي فيه بحبك يا مودي بليز ده عشق. قول له بحبك يا مودي. معلش قول له بحبك يا مودي. بحبك يا مودي. في تسنيم 7691 بتقول لك يا ريت تكلمني خاص وانا هسألك سؤال واحد بس والاجابه مش هقولها لحد ما ممكن بس لسه عشان تكلمني باباها. باباها هينفخها بعد اللي يعني. تكلمني خاص ايه؟ عندك كام سنه طيب؟ مش عارف, هي 7691 يعني مواليد 91 يعني هي غالبا 91 شهر 6 جوزاء. يعني 7691 مش صغير. انسى انسى جوزاء. مش صغير زي انت جوزاء 7691. انت الميزه الوحيده في الجوزاء بصراحه. انت الحسنه الوحيده اللي برج الجوزاء جابها. طيب مريم فايد بتقول لك قولي بحبك يا مريم. ثواني بص في الكاميرا هنا وقول بحبك يا مريم. بحبك يا مريم. طيب في بقى كتير بيقولوا قول اسمي, يعني هم طموح بس قول اسمي. محمود 74. محمود 74. محمد 74. محمد 74. احمد خالد 41. كل ارقام احمد خالد كم؟ احمد خالد 41. 41 مش فاكره. عمر اسلام 511. ده مطفي عمر اسلام 511. ولولي بنت فادي ده واحد صاحبي. ده في علي ابن اختي. لا ده بجد بنت فادي وعلي ابن اختي بس. طيب في منار حسين 3 برضه في بتقول لك مين قلب منار؟ مين قلب منار يا محمد؟ قول بقى ركز. مين مختار الاسئله دي؟ هم الناس كانت دماغك فعلا. لا بس مين مختار الحاجات دي؟ عبقري. عايز ايه؟ لا عبقري. في ياسمينه سلامه اندرسكور 11 بتقول لك هاي بس. لا كويس رقم 11 بتقول لك هاي بس يقول هاي وكده رضا. هاي وكده بس خلاص. بس كفايه كده. ايه اغرب حاجه الفانز عملوها لك مفاجاه كده؟ اغرب حاجه ممكن تيجي في بيبقى في البلد كتير, لان في البلد انا لما بنزل البلد بتنفخ. واحد مره جالي يصور وبعد كده صورته وبعد كده مشيت ومشي هو اللي انا قاعد في البيت, وبعد كده جه بعدها بساعتين جاب 7-8 صور ومشي بالليل على بقى ميكروباص واقف قدام الباب وبيخبط. فبفتح لقيتهم بينزلهم واحد واحد, فقلت له بتعمل ايه؟ قال عايزين يصوروا بس ويمشوا. فقلت له انت جاي تعمل ايه؟ انا جاي اصور, وانا قلت لاولاد البلد عندي ان هم هيجوا يصوروا بكره كمان وهو مش من بلد عندنا. قال لي معلش ممكن تصور بس مع العربيه. مع العربيه هو يبقى يركب فيها اي حد. الصوره الصوره يركب فيها اي حد وخلاص. مين اكتر معلق كوره بتحبه؟ ممكن مصري ولا مصري؟ مدحت شلبي بالموت. كابتن مدحت. لا لا كابتن مدحت. الله الله. تمام. ما كنتش بتحب محمود بكر؟ الله يرحمه. الله يرحمه. فظيع يعني انا شايفه اقوى واحد. الشاي وجاي. ايوه الله يرحمه. مين اكتر واحد فيهم قال عليك حاجه انت حاببها في المعلقين؟ لا بص التعليق اللي في دماغي لحد دلوقتي ماتش الكونغو بتاع كابتن مدحت
وبتاع في حد تاني. ماتش الكونغو ده كان من قلبه قوي. يعني مصر كلها عيطت فيه. ماتش الكونغو تقريبا ده كان اكتر حاجه في الدنيا. في لعيب نفسك يلعب جنبك في ليفربول؟ مصري ولا لا؟ لا اجنبي. لا انا بصراحه اللي معاهم دلوقتي انا مرتاح معاهم. اول تشيكو مش هينفع هيقف جون مش هيعمل تشيكو جون مش هزعل. لا اشتغل بقى اشتغل مع اصحابك على جون وكده. واخد لوفرين عشان بحبه بس اجيب له قهوه. ماشي صلاح. في واحد دايما في العيله كده بيبقى معقد العيله كلها اللي هو شوف ابن خالك دخل هندسه ابن خالتك مش عارف ايه بتاع ابن خالتك عمل ايه بقى هو في الجول بيتقال له ايه دلوقتي؟ لا دلوقتي متبهدل صح؟ دلوقتي البلد كلها متبهدله. يعني البلد عندنا البلد اللي هي بلدي ناجلين مبهدلين بقى كله بيلعب كوره كله خلاص كله خلاص بيلعب كوره العيال متبهدله لازم يطلع لعيب كوره والزي الرسمي هناك التيشيرت الزي الرسمي بالظبط كل التيشيرتات صلاح ورا ولازم يلعب كوره لازم يطلع لعيب كوره كويس ماشي يا حاجات بتاعت خد محمد بقى في ليفربول في اي لا وبعدين اللي بيجي يشرح لك بيجي يقول لك ده انت ما شفتوش هو بيلعب ده لا انت ما شفتوش لا فتحسسك ان هو يعني ده خلاص اسال اخويا يقول لي والله العظيم عمري ما شفته بيلعب كوره انا لازم استحمل بقى. عندك فرحه كده لما بتجيب جون بتطلع لسانك انت بتطلع لسانك لمين بقى ده امتى في الاول ولا دلوقتي؟ دلوقتي خلاص بطلت كبرت بقى دلوقتي في دي صح؟ دي طلعت تلقائيه بصراحه ماتش مانشستر سيتي يعني ما كنتش مجهزها بس وثبتها وثبتها. طيب احنا هنفرجك شويه صور كده سلويت مش باين منها حاجه الناس بتحبك يعني وانت حاول تعرف هما مين مين كده مين دي وحد عامل لك كده بيعمل لك كده كتير بيعمل كده كتير خمسة مواه ايوه لا 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 دي لا دي شوف ايوه طبعا ده عبد الله ايه ده باسم الحاسم باسم الحاسم عرفت لا ده انت عرفت من بيت سبورت اللي وراه لا انا مش صعب صح مين باسم تاني بس بشهر 8 كل شهر جديد. السؤال الاخير انت بتبخر البيت بعد الماتشات وكده؟ انا مؤمن بالحسد بس مش لدرجه ان انا قاعد ابخر بخاري تترقي لا لا كله بتاع ربنا يعني قريب كده جابوا لك صور على الفيسبوك كده جايبين كل حاجه انت لابسها وماركتها وتمنها الناس دي بقى عايز اعرف الناس دي عايز ايه؟ الناس دي مضروب يعني الحمد لله ان انت قاعد معانا لحد دلوقتي والله. لا بشوف حاجات بصراحه بتموتني ضحك يعني بشوف حاجات بقى بيحسب لك في الثانيه في البتاع وبعدين بيضرب ارقام من دماغه بس انا ما بشغلش دماغي بصراحه. على العموم صلاح يعني ربنا يحميك بجد وربنا يخليك وانت بتفرحنا وانت من اهم مش عارف هو عايز اقول كلام جد وضميري مأنبني بس انت يعني انت قدوه للاطفال الصغيرين وللكبار بصراحه انت يعني مثل اعلى لكل الناس وما تشوف لنا حاجه عندك بقى في ليفربول اي حاجه. انا عايز اقول لك بس ان انا كنت مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده ده مش جد بقى مبسوط ان احنا اتعشينا سوا امبارح برده وانا مبسوط اللي حسيت. جدا يا صلاح عندنا طبعا حاولت ولا حاولت انت حاولت بس صمم ما انا حاولت صمم ما حاولت ما تنساش ان انا مديك انا مره قابلكم صراحه ما تنساش ان انا مديك النضاره بتاعتي ماشي يا جماعه البس اوه فيري ستايلش. لا انا اول مره قابلكم صراحه بس اتبسطت جدا والله ان انا قابلتكم واحنا جدا شرف ان اتعرفت عليكم يعني تصبح على خير السلام عليكم يلا اتعشت. انا عايز موبايلي بقى عشان عايز اتصور مع صلاح. لاف يو ايوه